الوقفات المفيدة اللي قرر المكتب الجمعية الذي قرر هذه الوقفة يوم السبت المنصرم بأن تكون هناك وقفة احتجاجية على صعيد جميع محاكم المملكة تنديدا بالردة الشرعية اللي تتعرفها مجموعة من القوانين. المحامون والمحاميات غادي يواصلوا المعركة ديالهم والنضال ديالهم من أجل تشريع حداثي متطور يخدم مصلحة المواطنين أولا وأخيرا. شكرا لكم. تأتي هذه الوقفة اليوم في سلسلة الوقفات والبرنامج النضالي الذي سطرته جمعية هيئة المحامون المغرب، وكان من بين النضالات السابقة وهو الوقوف أمام البرلمان وكذلك حمل الشارع. اليوم تأتي هذه الوقفات على صعيد المملكة من طرف جميع الهيئات محليا. اليوم نقول لا تموالاة لقانون لقوانين تشريعية تصدر بصفة انتقامية أو تستهدف فئة معينة أو تكون لصالح فئة معينة. كل الملاحظين للتشريعات التي تصدر هذه الأيام سيكتشف هذه الخاصية، وأن هناك قوانين لصالح فئة معينة، مثلا قوانين سحب قانون محاسبة من أين لك هذا، وكذلك العقوبة البديلة اللي كنعتبروها تقدر تخدم مصلحة معينة. المشرع حينما يشرع تكون التشريع يكون عام، أما أن يكون لصالح فئة معينة أو ضد معين أو ضد فئة معينة فهنا نكون أمام شخصنة التشريع. المتأمل في البرلمان أو التشريعات البرلمانية نلاحظ أن الحكومة تستغل الأغلبية في تمرير قوانين فيها مساس بمهن معينة وبأشخاص معينة وبمواطنين، حيث سأسوق مثلا بسيط وهو منع المتقاضين من درجة ثانية في بعض المساطر، وهذا يمس بحق اللجوء إلى القضاء وكذلك يمس بمجانية القضاء. وشكرا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.